لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، دائما شركة أورنج لها النصيب الأكبر في هذا البرنامج، لأنه هم المؤمنين الأساسيين والرعاة الاستراتيجيين. هاي الشراكة اللي بيننا وبينهم تعني لنا الكثير، ودائما بفاجئونا في كل عام بمشاريع أردنية رائدة ومختلفة من نوعها. اليوم المشروع اللي معانا، الشريك المؤسس لهذا المشروع اللي اسمه فيتي كوين، هو السيد واثق سفاريني. واثق، صباح الخير. صباح الورد، شو اخبارك؟ تمام، اهلا وسهلا فيك ابو شهم. احنا كثير سعيدين بحضورك واثق، ومبسوطين ايضا بهالفكره الجديده اللي عم بتقدمها مع شريكك، وايضا مع الشريك الاكبر وهي شركه اورنج، وتحديدا بيج باي اورنج. بالبدايه خلينا نتعرف على فيتي كوين. شو فكرة هالتطبيق؟ فيتي كوين ببساطة تطبيق أبليكيشن بيساعد لنمط حياة صحي للناس. كيف؟ لأنه بتنزل تطبيق بصير عد خطواتك، مع كل 1000 خطوة بكافئك بواحد فيتي كوين، بحول كل 1000 خطوة لواحد فيتي كوين. حلو. بتصيري بعدين بتجمع الفيتي كوينز هدول بالمحفظة تاعتك، الوالد تاعتك، بدليهم بريوردز ومكافآت موجودين جوا الستور من شركاء آمنوا معنا بالهدف هذا. نعم. وبكافئوا الناس معنا، وماشي معنا أمور هيك الحمد لله. كتير منيح، حلوة الفكرة. طيب خلينا نسأل عن المراحل. بأي مرحلة وصل مشروعكم؟ هلأ إحنا صلنا سنة وثلاثة شهور تقريباً بالسوق. الفكرة أساساً طلعت من شريكي، هو حكم الشامي. هو أصلاً كان شريك في تطبيقات أخرى في الرياضة. نعم. وأنا كنت بدي أسوي إشي بالبروموشنز، ترويج بضائع وهيك. فقال لي أنا عندي فكرة هاي، هيك شو رأيك تيجي معي؟ روحت وسوينا التطبيق، صلنا سنة وثلاثة شهور. حلو. صار في عنا هلأ حوالي 30,000 داونلود. والله رقم ممتاز. احنا ما صرفنا صفر ماركتينج ولا شيء. كله اورجانيك. كله فايرل راح الابلكيشن، لانه الناس حبته، الناس امنت فيه، وصارت يعني شو بدك احسن من انك انت تتكافي عشانك تمشي. كثير حلو صراحه. طبعا عشان يرون فتنس تتكافئ. والناس هلا في كثير ابلكيشنز يعني بس بتعد لك خطوات، فما بالك انت تعد خطوات وتاخذ ريوردز. يعني هاي فكره كثير احلى. اللي معنا كثير حبوا انه اوكي انا بدي اعطي اكافئ هذول الناس بطريقه، هم برضه بيستفيدوا، بيجيبوا ترافيك عندهم، بيجيبوا ناس رجل على محلاتهم، اذا كان محل او ويب سايت او هذا كله بهاي الطريقه. بالاخر بكافئهم ماديا، يعني لما يسوي هاي المكافآت بعطيهم براند اكسبوجر. يعني لما انت البراند هاي يعني تربط نفسها بكوز او بشيء عظيم، انك تساعد الناس تكون هيلثي، تكون صحيه اكثر. صح. ونمط حياه صحي كمان. طيب واثق، احنا بنعرف بانه شركه اورنج وتحديدا بيج باي اورنج ما بيختاروا الا المشاريع المميزه والمشاريع الرائده واللي بتكون اردنيه وماشيه على ارض الواقع. تحكي لنا شوي عن الشراكه وكيف بيج باي اورنج ساعدتكم بتطبيق فيتي كوين. والله بيج يعني انيشيتيف رهيبه صراحه كثير، لانه احنا قدمنا واختارونا في، كان مش عارف، في عشرات كانوا مقدمين. بعد بروسس يعني كيف اختارونا وقدمنا. المهم الفائد لبيج باي اورنج هو دائما احنا الانتربرنورز الرياديين بمختلف اعمارنا، يعني بيحتاج الرفيق اللي تحسي انه هو ماسك ايدك بيمشي معك. يعني فهم بهذا المبدا، خاصه انا بحب يعني اشكر ربيع، يعني صراحه ربيع جماليه، انسان انا جاله تحيه كثير كبيره. طبعا هو يعني بيجي مع الرياديين، مش انه هو بيؤدي وظيفه، لا هو يعني صديقهم. فمن اول شيء المكان تشتغل منه، ثاني شيء للمساعده بالمنتورز والارشاد، بيجي من ناس من برا اورنج ومن جوا اورنج. نعم. بتفاصيل كثيره بالبي ار. هلا احنا قاعدين هاي القعده صراحه مساهمتهم اللي هم بشكرهم عليها، يعني فمراحل كبيره، وساعدونا حتى بالبزنس في تفاصيل كثيره. زي ما قلت لكم هم الرفيق، يعني فهذا شيء رائع. يعني زي ما قلت واثق، كثير في عنا اشخاص عقولهم نيره وهم بحاجه الى من يمسك بايديهم، ينقلهم من بلاش اقول العتمه، من المنطقه الضبابيه الى النور. وهاي هي وظيفه اورنج من خلال مشروع بيج. وعم نشوف طبعا يعني مجموعه من الانجازات اللي فعليا المشاريع، في سمعنا عن مشاريع شبابيه صارت معروفه بشكل انترناشونال. شو توقعاتك لفيتي كوين؟ هلا شو الفيتي كوين، احنا لما اخترنا الاسم حتى كنا حذرين انه هو يكون يلائم الاردن والريجن المنطقه ويمكن العالم. مثلا ما يكون محصور محليا، مش عربي يعني، مش بس عربي، مش انجليزي صعب. فيتي كوين هو من فتنس اند كوين. ترو.
فمشينا بهاي الطريقة. إن شاء الله توجهنا يعني حدودنا كبيرة، رؤيتنا عالية جدا إنه إحنا فيتي كوينز هدول تصير تبدليهم بأي إشي، تصير تقدر تدفع فاتورة كهرباء فيتي كوينز. وحياة الله أنا خطر لي هيك إشي إنه فكرت هيك المبدأ. إحنا بالأردن يعني معلومة صغيرة عنا ال بين العرب إحنا المرتبة الأولى أو الثانية في الأوبيسيتي البدانة. وبالتدخين يعني عنا مشاكل إحنا صعبة. فيعني لازم في إنيشيتيفز كتير مبادرات بتساعد إنه بدهم الناس تمشي تتحرك. صح. فإحنا وسيلة من هالوصول هذه إنه إحنا نساعد الناس تتحرك. تتحرك. أورنج إشي كتير مهم بحب أحكيه، أورنج دائما بحكيها شركة محلية عالمية. أيوة. فهم أصلاً يعني دائما من يعني نقولونا هم يمكن من أهم الناس بيقدروا يساعدون ننتقل من المحلية للعالمية. طبعاً مع شركة أورنج. إحنا بنتمنى لك كل التوفيق واثق، ويعني أنا شخصياً بدي أنزل التطبيق اليوم يعني. حلو الواحد أنا لأنه لازم تغريني، لازم أخذ جائزة عشان أمشي. شوف الشركاء حيجيبوكي. 100%. يعني ندعو الجميع إنهم يشوفوا تطبيق فيتي كوين، وأكيد بنتمنى إنه الكل يعيش حياة أكثر صحة ونمط حياة صحي أكثر. كل التوفيق لكم، وشكراً لحضورك معنا اليوم واثق. Thank you واثق، شكرا كتير لك، شكرا لشركة أورنج الداعمة الأساسية لنا وللكثيرين. فاصل ونعود. صح 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 ص